السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي من خلاله إن شاء الله سأشارككم تجربتي في الحصول على بطاقة فيزا كارد. نعم أصدقائي، بطاقة فيزا كارد مجانية. هذه البطاقة أصدقائي ستصلكم إلى باب منزلكم، ولستم مطالبين بدفع ولا مليم، حتى مصاريف مسك الحساب لن تكونوا مطالبين بدفعها إلا في حين استعمال البطاقة. هذا بالنسبة للإخوة الذين قد يخشون أن تلاحقهم البنك بدعوى قضائية أو شيء من هذا القبيل. هذا كلام فارغ، لن تطاردك البنك، اللهم في حالة إذا استعملت البطاقة هنا ستكون بدفع بعض طبيعة الحال بعض المصاريف، وكذلك هناك بعض الاقتطاعات فيما يخص استخدام البطاقة. غير ذلك فالبطاقة أصدقائي هي عبارة عن فيزا كارد، نعم يمكنك استعمالها في الباي بال، يمكنك الشراء بها، يمكنك كذلك سحب أموالك من الأنترنت بواسطة هذه البطاقة. بالإضافة كذلك إلى شحن هذه البطاقة هناك طريقتين، إما أنك تشحنها عن طريق تحويل من بطاقة إلى بطاقة، مثلا الإخوة الذين يستخدمون بايونير أو بعض الكروت التي لا تعمل مع الباي بال وهي مشحونة يمكن أن يحولوا لهذه البطاقة. بالنسبة للإخوة الذين يستعملون الهاتف أو يرغبون بشحن البطاقة عن طريق الهاتف، هذه ميزة وجدتها في الموقع ولكن لم أجربها، حيث يمكنكم شحن البطاقة عن طريق إما اتصالات المغرب، إنوي أو أورانج. أتحدث عن شبكات اتصال هنا في المغرب، لا أعلم في دولتكم إذا كانت تعمل هذه الطريقة، ولكن في المغرب يمكن شحنها عن طريق مكالمات هاتفية. شيء آخر، نعم البطاقة كذلك يمكنك أن تحصل عليها في مدة 15 يوم، نعم 15 يوم فقط، وهدف إرسال مجاني. أما إذا كنت مستعجل على الحصول على البطاقة يمكنك دفع مصاريف الحصول عليها، ستحصل عليها في قرابة 5 أيام، ولكن هنا يجب أن تدفع مصاريف الشحن وستحصل على البطاقة بهذا الشكل. كما تشاهدون البطاقة تأتي مع هذه الورقة وكذلك مع هذا الغلاف، يكفيك أن تقوم بتفعيل البطاقة. الآن سأمر معكم إلى طريقة الحصول على هذه البطاقة وكيف تقومون بتفعيلها، لأنني لم أقم بتفعيلها بعد، سأقوم الآن بتفعيلها أمامكم لكي أشارككم الطريقة. فلا تبخلوا علي يا إخواني بالنقر على زر لايك وسبسكرايب على القناة إذا عجبكم هذا الموضوع، وإذا أردتم مواضيع في مثل هذا مثل هذه المواضيع فلا تبخلوا علي بالنقر على زر لايك رجاء، كتشجيع منكم بسيط إلي. ونمر مباشرة إلى الشرح. إذا لطلب البطاقة أصدقائي أولا نتجه إلى الموقع liupay.eu، ثم بعد ذلك سننقر على get started، ثم نختار الدولة، ثم create account، ثم نختار personal. بعد ذلك نقوم بإملاء هذه البيانات المطلوبة منا من اسم وعنوان ومقر السكنة. هنا أصدقائي يجب عليك أن تضع اسم إما رقم بطاقة الهوية أو بطاقة الباسبور، ثم بعد ذلك تختار عملة الحساب، هل تريد اليورو أم الدولار. في Source of Income اختار Other، ثم هنا اكتب Freelancing، ثم هنا تختار ما بين 0 و 3000 دولار، ثم Next. إذا بعد ذلك أصدقائي ستتوصل بـ SMS كود به SMS به باسورد، تدخله في هذه الخانة ثم تنقر على I have read and agree with general terms and conditions. بعد ذلك نختار get my prepaid card ثم start verification ثم start verification. إذا هنا أصدقائي ستختار أو ستحتاج أولا إلى يعني النقر على confirm، ثم بعد ذلك ستتوجه وتقوم برفع صورة من بطاقة الهوية، ثم صورة من إما فاتورة الكهرباء أو الماء والتي بها نفس العنوان الذي قمت بإدخاله. إذا بعد القيام بهذه الخطوات سيتم إرسال لك البطاقة وستنتظر فقط تفعيلها. إذا كيف سنقوم بتفعيل البطاقة؟ هذا ما سأشرح الآن على حساب. إذا سأنقر على Complete Verification، ثم سأذهب إلى Confirmation of the Address، ثم Enter Card Number. إذا هنا أصدقائي سأقوم بإدخال يعني رقم البطاقة وهو رقم البطاقة المصرفية، ثم بعد ذلك ننقر على الزر confirm. إذا كما تشاهدون أصدقائي تم تفعيل البطاقة وهي الآن جاهزة للاستعمال.
إذن بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى من صميم القلب أن تكون الحلقة كانت مفيدة بالنسبة إليكم. إلى أن أضرب لكم موعد إن شاء الله يتجدد في الحلقة المقبلة. إلى ذلك حين دمتم في أمان الله تبخلوا علي بالنقر على الزر سبسكرايب على القناة للانضمام إلى أزيد من 2 مليون مشترك بقناة المحترف على اليوتيوب. نحن قناة متخصصة في المعلومات فقط ولا شيء غير المعلومات. غير ذلك يمكنكم متابعتي عبر صفحاتي الاجتماعية المليونية كذلك. ويمكنكم كذلك أن تنقر على الزر لايك لكي تشجيع منكم إلي. إلى أن أراكم دمتم في أمان الله.